الله، ده ايه الحلاوة دي؟ شكرا. شكرا يا نهال، بجد شكرا. اي اوامر تانية يا مستر طارق؟ لا انت بالنسبة لك كده خلاص، اتكلي على الله. Have a nice dinner. ده اكيد. اتفضلي. على فكرة الأبلة نهال اشترت حاجات لنفسها من الكارت بتاعها. ايه ده بجد؟ اه معلش. اتفضلي. كنت عايز تشدلي الكرسي عشان اقعد الناس تضحك عليا وكده. لا طبعا، انا بسحب لك الكرسي عشان تقعدي. بس انا مره عملتها في واحده صاحبتي، جت تقعد رحت شاده الكرسي وموقعاه. لا رحت شاده الكرسي وملبساه في وشها. ايه ده؟ ليه كده؟ ضايقتني. ان شاء الله وانت معايا محدش هيقدر يضايقك. المهم انت ما تضايقنيش. لا ما تقلقيش. طب فين العشاء اللي قلت لي عليه؟ ولا هنقضيها جزر وخيار؟ لا جزر ايه؟ واحنا ارانب؟ الأبلة نهال بتشتغل معاك ايه بالظبط؟ نهال مديرة مكتبي، يعني تقدري تقولي بتشتغل كل حاجة. لا ما هو أنا. طب وأنا هشتغل ايه؟ ما أنا قلتلك أنا ما بعرفش أفكر. وأنت جعان. بالظبط. برافو عليك. بسم الله. اتفضلي.